كابتن فاروق، قولي لو أزمة الأهلي والزمالك وجماهير الأهلي والزمالك في حالة من التعصب بشكل أو بآخر، الأهلي يكسب الزمالك يبقى زعلان وإحنا نحفل على الزملكاوية، والعكس يحصل لو الزمالك كسب يتحفلوا علينا والتحفيل بيزيد والجماهير بيتخانقوا مع بعض، شايف ده إزاي؟ أنا شايف إن وجود الجماهير باستمرار في الملاعب هيقلل من التعصب. أنت لما بتروحي مكان كل الجماهير عايزة تثبت وجودها إن هي أكتر من التانية، ودي مشكلة. يعني المفروض دلوقتي نفتح البلد كلها أمان وكلها استقرار، مفيش صحيح، أي حاجة، أما نفتح الملاعب، يعني إيه المشكلة؟ ايوه لما يبقى زي المنتخب 60 و70 ألف، خلاص اللعيبة ميبقاش فيه التعصب. ايوه يعني حتى الإزعاج اللي بيبقى موجود في الملعب ده هتلاقيه أقل. الناس اللي هي المشجعين اللي هم جايين يتفرجوا على كورة يتمتعوا بالكورة، يبقى جايين فعلا يتمتعوا بالكورة. لكن أنت ما تبعدي الناس فترة أو تبعديهم وبعدين بتقولي عدد المتفرجين كده، ما فيش في العالم حاجة اسمها عدد المتفرجين كام. ايوه هو افرض أنت بتقولي 3000 وما جوش 3000، ايوه يعني وده بيحصل. ايوه يعني مثلا بيبقى مفتوح 1500 2000 مشجع، مفيش كرة في العالم وانت هتلعب بطولات زي دي مجمعة، كل تمرين هتلاقي مشجعين المباريات اللي انت مش موجودة فيها بتتفرج عليها، تلاقي الملاعب مليانة. فاحنا لازم نفكر بسرعة ان احنا ناخد قرار ان الملاعب تبقى مفتوحة ترجع مرة تانية. للجماهير، ودي هتقلل التعصب. احنا كنا عاملين، كان في وزارة الشباب والرياضة كانت عاملة برنامج اسمه لا للتعصب، وكنا بنتكلم، ولكن احنا بنتكلم السوشيال ميديا، مش كل الناس بتتفرج على السوشيال ميديا، لكن الكتير جدا من الجماهير بتروح الملعب، محتاجه ان هي تحس بالدعم، تحس ان هي ما فيش مشاكل، كل واحد جاي بيتمتع. يعني الكوره متعه قبل كل حاجه، الكوره مكسب وخساره، والا يبقى اللي بيكسب يبقى هو بطل على طول، واللي بيخسر ده مش هيقعد في الدوري. فطول ما الكوره فيها كابتن فاروق جعفر متعصب للزمالك وانت نجم الزمالك في المباراه في قدام المباراة، التلفزيون ببقى متعصب. يعني لو قاعدين معاك بنشوفك وانت وفي اهلي وزمالك بيلعبوا، ببقى متعصب، ببقى متعصب، ببقى مثلا ما خلاص. تحبش اهلاوي يبقى قاعد لا جنبك بالعكس، يتفرج؟ لا بالعكس، ليه؟ لا، انا يعني انا اتربيت في اسره فيها اهلاويه وزملكاويه، لكن انا يعني والدك كان اهلاوي. ابويا اهلاوي، بس ابويا بقى من اول ما لعبت كوره زملكاوي، كل العيله زملكاويه. يعني ده انا امي بقى كانت تنشر التيشيرت بتاعي والهدوم اللعب، كانت امي تبقى يعني عايزاه احسن حاجه في الدنيا وانضف حاجه في الدنيا. والله والله ما بهزر. كان معايا في حلقه من الحلقات دكتوره ماجي الحلواني، طبعا زوجه العظيم حماده امام الله يرحمه، الله يرحمه، وام حازم. الكابتن حازم امام. وبعدين قلت لها كده سؤال، قلت لها دكتوره ماجي لو ابنك كان في وقت من الاوقات، طبعا الله يحفظهم كلهم، لكن قال لك انا هروح العب للاهلي، قالت لي كنت هحرمه من الميراث. قلت لها طب لو راح اتجوز واحده اهلاويه، قالت لي هو ما ينفعش المبدا، من حيث المبدا ما ينفعش. شايف ده ازاي؟ لا يعني انا يعني لو وصلت المرحله دي يبقى صعب. انا بحب الكوره، الكوره دي بالنسبه لي متعه، والكوره مكسب وخساره، والكوره الكويس واللي حالته كويسه واللعيبه بتاعته مستقره، يعني لو كسبني مش هزعل. لكن انا بيبقى عندي امكانياتي كويسه وحالتي كويسه واللعيبه واخده كل مستحقاتها وعندنا الدافع ان احنا نكسب وبعدين ما نكسبش، دي الحاجات اللي تزعلني. لكن في النهايه لو اي حد يعني من الفرق الصغيره كسب الزمالك انا بتجنن. حضرتك لو كابتن حسين لبيب رفع على حضرتك سماعه التليفون وحضرتك كان ليك تصريح دلوقتي بتقول ان كواليتي اللعيبه بتاعت الزمالك تضمن لهم المربع الذهبي، فلو رفع سماعه التليفون وقال لك يا كابتن فاروق تعالى نعمل لجنه تراجع الاعارات والاستغناء، تستغنى عن مين؟ مين اللعيبه اللي شايف انها ممكن تاخد فرصه في انديه تانيه، ومين اللعيبه اللي ممكن الزمالك يجيبها تبقى اضافه؟ في كلام على محمود صابر، في كلام على كذا لاعب. بص انا يعني لما بتيجي تجيب لعيب بتقعد تتابعه، يعني تقعد تشوفه اكتر من مره، ما يجيش واحد مثلا وكيل لعيبه ويجي يقول لك ده لعيب كويس وده بيكسب وده لعيب يقدر يأدي بشكل كويس مع النادي بتاعك. الكلام ده يعني عفى عليه الزمن. انا لعيب، انا اكون عندي لجنه كوره
تقعد تتابع اللعيب وتشوف اللعيبه. يعني انا الفتره اللي قعدت كنت مسؤول على الكوره في النادي السنتين اللي فاتوا، ما كانش مرتضى موجود على فكره، بالمناسبه كان مرتضى هو خد دوري واحنا خدنا دوري وكاس، يعني ما كنت في اللجنه مع سله بيه. دايما لما بنيجي نقول نجيب لعيب نجيب لعيب، قعدنا نشتغل عليه ونتفرج عليه لغايه ما حسينا ان اللعيب ده هيبقى اضافه لينا. فجبنا اياميها، كان سيف الجزيره كان في حاله كويسه، جبنا امام عاشور كان في حاله كويسه، جبنا تصعدنا الناشئين، جبنا مين تاني.